الحب حالة من الرقي في أسمى أوجهها، شعور لا يمكن للكلمات أن تصفه، حالة كانت وما زالت مبهمة للجميع. لكنه ليس فقط علاقة شخص بشخص أو روح بروح، بل قد يكون بأشكال لا تخطر لكم على بال. أشكال الحب مع شادية. حب الشعر. يعتبر الشعر واحدا من أكثر الفنون رواجا واستعمالا حتى على مستوى الحياة اليومية. العديد من الأبيات الشعرية صارت أمثالا تحكى في المواقف المناسبة لها. يتميز الشعر بإيقاعه الموسيقي الجميل وتناسق مفرداته وسهولتها وجمال التشبيهات الأدبية فيه. فكل الأسباب أسهمت بشكل كبير في نمو حب الشعر عند الناس على اختلاف أصنافهم ولغاتهم. اكتسب الشعر عند العرب أهمية أكثر من غيره، فقد نال الشعراء عناية أكثر من غيرهم، فأهمية الشعراء من أهمية الشعر نفسه، إذ أن للشعر مكانة عالية عند العرب. لا تخفى على أحد أهمية الشعر، وأنه اللسان الذي يعبر عن ضمير الشاعر، وبالتالي عن ضمير الشعب الذي ينتمي إليه هذا الشاعر، وإنه وسيلة من وسائل المقاومة والصمود في وجه أي تحدي. أشار النقاد القدامى بوضوح إلى دور الشعر في حفظ اللغة وإثرائها، إذ أن الشعر وعاء اللغة ومستودعها، ولذا فهو مادة أساسية في تعليم اللغة وتنمية الملكة البلاغية وتفصيح اللسان. ومن الوظائف الهامة للشعر تهذيب النفوس وتربيتها، فيجعل البخيل كريما والجبان شجاعا، وهو أفضل وسيلة لحفظ اللغة تفصيح اللسان، ومنه تتخذ الشواهد والأمثال. فهو ليس فنا للفن ذاته ولا متعة لمجرد المتعة، فهو فن ممتع ولذيذ، ولكن هذه المتعة تطوي في ثناياها غايات نفعية كثيرة تستمر في تنمية النوازع الكريمة. إنه شكل من أشكال الحب القائم بين الإنسان والشعر منذ الأزل. أشكال الحب مع شادية.